طبعا احنا متعودين انه حاجة مش غريبة زي ما الاسيس بيقول انه القائد التسبيح بيرنم كل الترانيم اللي المتكلم جاي يتكلم بيها، دي حاجة خلاص تعودنا عليها، ما فيهاش مفاجأة، صح؟ ما فيهاش مفاجأة خلاص. فطبعا انا كل الترانيم عايز اتكلم عنها، انما الترنيمة اللي لفتت نظري العدد اللي بيقول انا مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام يطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وانا هفضل باصص عليك. مش احنا قلنا الكلام ده؟ قلنا الكلام ده صح. طيب نشيل الكلام ده عشان انا جاي اتكلم النهارده، مش عارف اسميه يعني، اقول ايه، تساؤلات جوايا او تساؤلات طالما حيرتني قبل كده، تساؤلات كانت جوايا، كنت من زمان خالص عايش مع ربنا، بعرفه بخدمه وبعمل كل حاجة بقدر عليها، انما كان جوايا تساؤلات كده من وقت للتاني تطلع، ابص اقول يا رب اشكرك انت مباركني ومبارك عيلتي، بس اشوف واحد فقير قوي فقير قوي، اقول يا رب فين العدل في كده؟ ليه تديني كل البركات دي وده مش لاقي ياكل؟ ده مش لاقي ياكل. وبعدين اعديها كده، وبعدين الاقي، بص مثلا الاقي واحد يمكن مخه مش سليم تماما، يمكن جسمه مش سليم تماما، وبعدين ابص ازاي تخلق واحد زي اينشتاين مثلا بكل العبقريه دي، وتخلق واحد مش مدرك اللي حواليه. فين العدل؟ وفين العدل بتاعك؟ جوايا تساؤلات كتيرة، منها أول ما جيت لقيت حضرة الأسيس بيتكلم هنا في كندا، أو أول ما عرفت الكنيسة كان بيتكلم عن موضوع لماذا يتألم البار؟ ليه البار بيتألم؟ وكان بيدرس موضوع أيوب، قعدنا فيه فترة طويلة، لماذا يتألم البار؟ أما ده راجل بار، ليه يتألم؟ أيوب ربنا شهد عنه انه قال ما فيش واحد زيه في كل الارض. ليه البهدله اللي حصلت له في ال 37 في ال 35 اصحاح؟ ليه البهدله دي كلها؟ جوايا تساؤلات كتيره قوي، جوايا تساؤلات كتيره، ليه يا رب انت ليه خلقت، اما جيت تخلق البني ادم ده كان قصدك ايه؟ يعني انت خلقت ايه؟ وابتديت اسال ناس حواليا ما تعرفوش يا جماعه ليه ربنا خلق، يمكن يكون واحد عنده فكره انا مش عندي. ربنا كان بيديني اجابات جزئيه للمرحله اللي انا فيها، يعني كان بيديني اجابات مقنعه انه خلي بالك يا ابني الدنيا دي كلها اوبريت كبير وكل واحد ليه دور، ما ينفعش انه القسيس يأدي دوره من غيري وانا ما ينفعش أدي دوري من غير عماد، ومالكش دعوه بغيرك، كل واحد في ورقته زي ما بيقولوا في الامتحانات، كل واحد عينه في ورقته. وبعدي وامشي 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 لغايه لما الموضوع كبر في دماغي قوي، يعني اما اتنقلنا هنا من 4 سنين ونص لكندا، وبعدين ابتدى التساؤل الكل مهاجر جديد بيساله ربنا، انت جايبني هنا ليه؟ ايه ده بقى؟ قعدت مثلا 4 شهور اساله، لا حقيقي انت جايبني هنا ليه؟ الى ان ابتدى يديني برضو اجابات مرحليه على قد المكان اللي انا فيه، انا جايبك عشان كده دلوقتي، طب مش معقول يعني نقلتني النقله دي كلها، وبعدين اللي جاي من بلده الاصليه على هنا على طول بتفرق شويه، يعني يمكن في جزء من حضراتكم راح قطر راح السعوديه راح، انما اللي جاي من بلده على طول بيبقى حاسس بالفرق، لانه في بلادنا بنبقى في الدفى تمام، للعيلة الأصحاب المعارف عندي كل حاجتي، يعني كلمة في ودنكم كده، يمكن ما بنبقاش محتاجين ربنا عمليا، بنقول بكلامنا لا ما يصحش، أنا طبعا أنا راجل مؤمن ومحتاج ربنا وأنا معتمد على ربنا تماما، بس لما تيجي تقعد مع نفسك كده يعني أنا حقيقي محتاج ربنا، عشان هو بيباركني وكل حاجة، بس يعني أنا مش شايف إيده معايا، لكن قعدت
يمكن 3 سنين في كندا أسأل ربنا ويديني إجابات مرحلية إجابات مرحلية، لغاية لما نزلت مصر 2011 في صيف 2011، كنت قاعد فاضي بقى إجازة شهر، وكل يوم بقى قلت له بص يا رب أنا مش هطلب منك حاجة إلا أنك تجاوبني بصراحة، أنا عايز أشوف كده بصراحة، فهمني إيه اللي بيحصل، فهمني الدنيا دي ماشية إزاي، أنا مش هسيبك النهاردة إلا لما تعرفني ليه بتسمح بده وليه بتعمل ده وليه. ما ردش عليا برضو، فضلت متحير 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 لغاية لما رجعت من مصر هنا، وكنت سايق العربية بتاعتي على الهاي واي رايح ماركم، وكنت بسأل نفس السؤال، أقول يا رب من فضلك قول لي. قال لي عايز تعرف؟ أوكي. طلع ورقة وقلم. أول مرة كنت ربنا كلمني في ذهني بالطريقة دي، غريبة جدا. فطلعت ورقة وقلم اكتب، قعدت اكتب. طب انا على الهاي واي دلوقتي، وكنت مشغل ترانيم وبتاع مش قادر اركز، رحت طفي الترانيم وعمال وخايف بقى، وبعدين في الاخر رحت راكن على الهاي واي وطلعت الدفتر بتاعي وكتبت كل اللي انا قعدت اساله كل السنين دي، وعندي الدفتر موجود اللي يحب يشوفه. لما رجعت البيت قعدت ابيضه كده، وبعدين حضرة القسيس كلمني قال لي احنا عندنا يوم حد فاضي تقدر تقدم رسالة. الكلام ده كان في اغسطس يمكن 2011. قلت له انا فعلا عندي رسالة اشرفك. قال لي تعالى قدمها، وجيت قدمتها. وبعدين دلوقتي من اسبوعين ثلاثة ربنا قال لي اقعد، انا الرسالة دي عايز اعدل لك فيها واحطها في شكلها النهائي. قلت له طب يا رب. قعدت وكتبتها اهي زي ما انتم شايفين. وبعدين لقيت حضرة القسيس الاسبوع اللي فات بيقول لي انا راجع تعبان جدا من السفر، انا ممكن اخد الوعظة بس انا مش بحب اعمل كده، انا بحب ان روح ربنا هو اللي يقودني، ممكن تقدم رسالة؟ قلت ايه الحكاية بقى، مش هضيع وقتكم بقى، الرسالة جاهزة وهبتدي اطلعها بقى. رسالة 3 ورقات بس، يعني اوعوا تفتكروا ان هي اللي انا هعرضه دلوقتي هو كلام ربنا، انا مش هتكلم حاجة خالص، هو كلام ربنا بس اجابة على ربنا بيفكر ناحيتنا ازاي، ولما خلقنا كان ايه اللي في باله، ايه الهدف اللي هو خلقنا علشانه. اما نزلت مصر سألت ناس كتيرة بدور يمكن حد يكون عنده اجابة، سألت واحد صاحبي مسلم قلت له ما تعرفش ليه ربنا خلقنا، انا كان قصدي افتح معاه كلام عشان اكلمه يعني، وتكلمت معاه كل حاجة، فقال لي اه طبعا ربنا خلقنا علشان نعبده. قلت له بس؟ قال لي اه بس طبعا. فانا فكرت جوايا قلت له طب ثانية واحدة، ولو ربنا خلقنا عشان نعبده، خلق البني آدم، خلق أميرة، خلق عادل، خلق أيمن علشان يعبده بس، أظن أدنى جزء من الذكاء يقول إن أنا لو أنا هخلق مخلوق علشان يسبحني أنا أخلقه بلا احتياجات، أخلقه بلا مشاكل، أخلقه من غير جسد بيعيا وده يتعب، أخلقه مش محتاج يجري على رزق عياله ويشتغل، أخلقه ما بيعياش، أخلاقه متفرغ لي. وفكرت كده قلت الله، طب ما هو الملائكة ما هي مخلوقات بتعبده، وعشان كده ربنا خلقهم فعلا كده بلا احتياجات، هم قاعدين يسبحوه وينفذوا أوامره. فبص لي كده قال لي اه ما احنا عشان نعبده وكمان احنا عشان نتمتع. قلت له عشان احنا نتمتع؟ قلت له طب يعني اما يجي ربنا بقى يحاسبك ليه المتعة دي حرام وليه المتعة دي حلال؟ قال لي بقى اسمع بص، خلقني عشان شوية كده وشوية كده، ساعة لقلبك وساعة لربك. وابتدينا كلام مع بعض. سألت واحد حرام سايس بيغسل عربيات، السايس ده عنده شلل وعنده مرض جامد في قلبه وعنده 8 بنات ومراته عيانة وأبوه بيموت، يعني كان حالته صعبة جدا. ساعة ما أنا سألته
قلت له عزت ما تعرفش ليه ربنا خلقنا؟ برضو كان قصدي اجر كلام معاه واكلمه يعني. فقال لي انا خلقنا عشان يطلع عين اللي خلفونا. قلت له انا بتكلم بجد. قال لي وانا بتكلم بجد. فالراجل شايف انه ربنا قد كده ظالم، هو خلقنا علشان يطلع عينيه. قلت لا. طب اسال شخص بقى مسيحي مؤمن، ده كان مسلم برضو، سالت شخص مسيحي مؤمن طلع من طائفه مختلفه عن طائفتنا، قال لي بص بقى انا هقول لك كلام بس ما ولا الدين ولا الاسس هيوافقوا عليه. قلت له ايه هو؟ قال لي اصل انا بصدق انه الانسان بيتخلق مره تانية. قلت له يعني ايه مره تانية؟ قال لي يعني احنا بعد ما نموت عملنا كويس او عملنا وحش هنتخلق في صوره تانية. يعني ممكن واحد يتولد في صوره بقره، ممكن واحد يتولد في صوره خروف، ممكن ويتعذب بقى يفضلوا يضربوا فيه ويلف في الساقيه لغايه لما يكفر عن كل سيئاته وبعدين يموت فربنا يطلع. الله. قلت له لا تعالى انا افهمك. طب حاجه تانية؟ قال لي لا ما تحاولش. بس ابتدينا نتكلم فلقيت الناس مفهومها مختلف عن ليه ربنا خلقنا. خلونا نبص على الملاحظات دي. انا هطلب منك يا جورج تجيب لنا الايات، مش مهم انا خالص لكن المهم الايات. في تكوين واحد اول اصحاح في الكتاب المقدس بيقول ايه؟ بيقول وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى. أوكي؟ فدي أول ملاحظة أخذت بالي منها، وأول ملاحظة ربنا ادهاني في الكتابة. قال لي خلي بالك أنا خلقك أساسا على صورتي. فإذا إحنا بنفكر ليه ربنا خلقنا؟ اطفيه من فضلك. اطفيهم كلهم. فإذا أما ربنا يخلقني على شبهه وعلى صورته يعني هو عايز حاجة مختلفة غير انه يطلع عين اللي خلفونا، صح؟ اكيد. او انه الانسان يمرض او يفرح او يبقى غني او فقير او عنده مرض معين او ضعف معين، الموضوع مختلف. وحطيت شوية صور عشان تشوفوا الانسان شكله ايه. في سؤال جانبي انا مش هجاوب عليه، سؤال جانبي للتفكير في البيت. هل الانسان حافظ على الصورة اللي ربنا خلقه عليها ولا لا؟ ده كل واحد يفكر فيه لوحده. تكوين 2 بيقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. يعني الحاجة الثانية أنه ربنا نفخ فينا من روحه فينا إحنا، يعني خلقنا على شكله وعلى صورته ونفخ فينا من روحه. يعني لما كان قاصد يخلق البني آدم كان قاصد يخلق متهيألي حاجة مختلفة عن اللي إحنا بنفكر فيه. في رومية 8 بيقول ايه؟ بيقول نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا، احنا حافظين الايه دي كلها، للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لان كل الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره ابنه. ناخد بالنا الكلام المكتوب بالاحمر ايه؟ سبق فعرفهم فعينهم، وبالازرق ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يبقى هو خلقنا على صورته وادانا من روحه وكان قاصد ان احنا نكون مشابهين صورة ابنه عشان يكون هو بكر بين اخوة كثيرين. انا هضطر اقرا من هنا احسن مش شايف هناك خالص. ليكون هو بكر بين اخوة كثيرين. وكنت بدردش مع واحدة صيدلية هنا في ميسيساجا برضو قصد افتح معاها كلام، فبقول لها تفتكري ليه ربنا خلقنا؟ فبعفوية كده قالت لي ربنا كان عايز ولاد ليه. ترى ايه ده؟ فعلا ده اللي انا جاي اقوله لك. ربنا كان عايز ولاد ليه بكل بساطة كده وبكل لغة درجة. ربنا كان عايز ولاد ليه، ويكون يسوع هو البكر، هو المثال بتاعهم. انتوا فاكرين في آية ما تاخدوش على ذاكرتي قوي، هو بيقول تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. افتكر في بطرس الاولى 4 حاجه زي كده يمكن. فادي تاني حاجه انه ربنا عايزنا ان نكون مشابهين صوره ابنه.
خلقنا عشان نبقى على النموذج اللي هو خلقه لنا. خلوا بالكم التانية بتقول ايه؟ بتقول امين هو الله الذي به دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. وفي ترجمة تانية بيقول امين هو الله وقد دعاكم للشركة مع ابنه. يبقى نكون مشابهين صورة ابنه واحنا مخلوقين مدعوين لشركة مع الله. يعني ايه شركة؟ هنخش مع شركة؟ يعني علاقة مفتوحة عايشين في محضره طول الوقت. هو خلقنا عشان كده، هو الهدف بتاع. اما فكر كده قال اخلق الانسان، قال اخلقه شبهي وانفخ فيه من روحي واديله المثال هو يسوع ابني، انا هتجسد قدامه علشان يشوف المثل بتاعي ويكون هو في شركة دايمة مع يسوع. بصوا في أشعياء 43 الآية المشهورة اللي حضرة الأسيس دايما يقولها لنا كلنا حافظينها، بيقول هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. أنا خلقت الشعب ده ليا، ليا أنا لنفسي، خلقته عشاني أنا. لما نيجي في الآية اللي بعديها بيقول له أنت يا يعقوب يا شعبي لم تدعني، لم تتعب من أجل يا إسرائيل اللي هو يعقوب برضو، لم تحضر لي شاتة محرقتك وبذبائحك لم تكرمني، لم أستخدمك، أستخدمك معناها لم أتعبك، لم أستخدمك بتقدمة ولا أتعبتك بلبان، لم تشتري لي فضة ولم تشتري لي بفضة قصبا، نوع من المواد الغالية اللي كانوا بيطرزوا بيها، وبشحم ذبائحك لم تروني، لم أستخدم لكن استخدمتني أنت بخطاياك وأتعبتني بأثامك. والآية اللي بعديها هي دي المهمة، بيقول له أنا هو الماحي ذنوبك، مش عشان حاجة أنت ما عملتش حاجة، لأجل نفسي، لأجلي أنا هجيبك وطهرك وقدسك ونظفك وخطاياك لا أذكرها. قدرنا نفهم شوية الدنيا ماشية ازاي، انه دعانا، عملنا على صورته، حطلنا مثل قدامنا، وبعدين هو اللي هينظفنا ويطهرنا علشان نتمتع بالشركة معاه. يبقى الموضوع ابتدينا نفهمه شوية. بصوا الصفحة الجاية دي اصعب بقى. بصوا بقى بيقول ايه، موضوع كبير. بيقول لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف ايضا الاحمر مكتوب ايه، لا يهبنا ايضا معه كل شيء. الله خلقنا علشان يهبنا معه كل شيء، كل شيء. وابتدى الموضوع يبقى هل ربنا خلقني عشان يهبني كل شيء؟ في رومية 8:18 بيقول له فاني احسب، ده بولس اللي بيتكلم، أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. العتيد يعني إيه؟ يعني الوشيك أو القريب، بالمجد القريب أن يستعلن فينا، اللي قرب خلاص، مجد عتيد أن يستعلن فينا. ربنا خلقنا لمجد معاه. الآية اللي بعديها في 21 برضو رومية 8، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، مجد أولاد الله. ربنا خلقنا لمجد، لمجد مجهز لنا مجد. يا وبعدين بيقول فإن كنا أولاد إحنا ورث أيضا. ورث في إيه؟ هنورث إيه؟ هو ما سبناش، قال ورث لله بالأزرق، ورث لله وورثونا مع المسيح. هنورث مع المسيح. أنتم متخيلين المكانة اللي ربنا خلقنا ليها؟ مجد عتيد. كملوا الآية، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. طيب بطرس الأولى 5 بيقول وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع. هو دعانا للمجد. خلينا نمشي بسرعة علشان نشوف كل الآيات بتقول الكلام ده، لأن خفة ضيقان ده بولس اللي بيتكلم،
وهنتكلم في الآية دي بعدين، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ثقل جايب معنى عظم مجد أبدي، مجد أبدي عظيم، ده خلقنا عشان مجد أبدي عظيم. الموضوع كان مفاجأة لما تجمعوا الآيات وراء بعض تلاقوا الإنسان بيتفاجئ. أنا ممكن أقرأه في وسط الكتاب المقدس إنه في مجد موجود لأولاد الله، إنما أما جمع إنه الآيات كلها بتتكلم إن إحنا لينا مجد. بصوا الآية الجاية دي جامدة جدا، بيقول ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال الإنسان، كان مفروض تكتب بالأحمر بقى، ما أعده الله للذين يحبونه. محدش سمع ولا ممكن يتخيل الله خلق البني آدم ده ومجهز له إيه للي بيحبوه من البني آدمين. في تيموساوس الثانية 2 بيقول إيه؟ إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، سنملك، خلقنا عشان نملك معه. الموضوع ابتدى يخش في الجد. رؤية 3 آية قوية جدا، المسيح نفسه اللي بيمليها ليوحنا بيقول له إيه؟ بيقول له من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. أنتم متخيلين قد إيه إحنا مخلوقين لمجد عظيم، لملك عظيم ربنا مجهزه لنا، بدليل خلقنا على صورته ونفخ فينا من روحه. الإنسان ده قيم جدا في نظر ربنا، قيم جدا في نظر ربنا. طيب إن كان الآيات الحلوة دي كلها وإحنا مخلوقين للمجد ومخلوقين لنفسه وعلشان نبقى فيه شركة، كان كل المشكلة عندي اللي سألت ربنا بقول له طب يا رب، طب أنت دلوقتي ما خلقتناش كده، أنت ما خلقتناش قدامك، ما فيش شركة بيننا وفاضيين لك وقاعدين لك، في غلطة حصلت في الموضوع. أنت كان قصدك تدينا مجد عظيم وتجهز لنا ملك، طب أنت غلطت وخلقتنا على الأرض. ايه معنى انك تخلقنا على الارض؟ يعني ايه الفترة بقى الثلاثين سنة او الخمسين سنة او السبعين سنة بقى طالت او اسرت، او ايه الفترة دي؟ ايه الفترة دي، غلطة ولا دي ايه؟ ده يسوع الملك. كلوسي 1 بيقول ايه؟ بيقول شاكرين الله، معلش عشان شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. فابتدت الآية دي تقول لي حاجة، ابتدت بتقول لي إنه الفترة اللي أنت قاعد على الأرض دي هي مكتوبة، هي مركز تأهيل. عارفين مركز التأهيل المهني ده؟ مش مهني بقى، ده مركز تأهيل. هو بيقول شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. أهلنا، جهزنا، وضبنا، دربنا، اللي دخل الجيش مركز تدريب، يعني هو اللي جهز لنا. عارفين المخلة اللي بيشيلها العسكري؟ هو اللي جهز لنا المخلة بتاعتنا ولبسنا اللبس بتاعنا ودخلنا مركز تدريب. مش هو بيقول كده؟ مش بيقول فرحا أفرحه بالرب تبتهج نفسي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص؟ هو حطني في مركز تدريب اللي على الارض طول قصر، هو بيشوف المده المناسبه. خلينا نشوف فيليبي 3 بيقول ايه. ايه غريبه قوي واول مره ابص لها بالمعنى ده. بيقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده بحسب عمل استطاعته ان يخضع الكل لنفسه، وفي الترجمه الثانيه بحسب قدرته ان يخضع الكل لنفسه. ما احنا عارفين انه احنا جسدنا هيتغير واحنا رايحين له وهيبقى مختلف، بس انا بصيت حاجة مختلفة في الآية دي. انا بشوف ان هو هيغيرنا احنا لغاية لما نبقى على شكل المثال اللي هو تركه لينا عشان نتبع خطواته. اول ما هيلاقينا وصلنا للشكل ده هيقول خلاص الفترة بتاعت مركز التدريب بتاعك خلصت، تفضل تعالى معي.
في حاجات تانية هنعملها واحنا قاعدين، بس يعني انا بتكلم على مصيرنا النهائي. ليه سمح ان احنا موجودين كده؟ وبصيت للموضوع بطريقة مختلفة تانية. انا في بطرس الاولى اصحاح 2 بيقول لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تألم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. هو ربنا اختار ان احنا نكون موجودين على الارض لغاية لما نتغير للشكل ده، فهو ساب لنا المثال عشان نمشي عليه، ما سبناش لوحدينا. بس هو اختار طريقة انا بشوفها صعبة شوية، المواد اللي بديها لنا في مركز التدريب هي دي اللي بتبقى صعبة شوية. هي الصورة صعبة بس المواد صعبة كمان. بطرس الاولى 4 بصوا بيقولوا ايه، بيقول لهم ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. بتقول إيه الآية دي؟ بتقول لهم البلوى المحرقة، يعني باللغة الدارجة بتاعتنا يعني المصيبة السوداء، البلوى السوداء اللي احنا واقعين فيها. ما تستغربوش، ليه بتستغربوا البلاوي اللي موجودة أو الكارثة اللي موجودة بينكم وما سبهاش فمفتوحة؟ بيقول التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم. ليه مستغربين أن أنا في بلوى موجودة عشان تمتحنكم؟ كأن في حاجة بينكم حاجة غريبة. طب ما أنتوا عارفين أنه المادة الأساسية في مركز التدريب هي الضغوط، هي الألم، هي البلاوي السوداء. بيقول لهم بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا. دي المادة الرئيسية بتاعتنا، الضغوط، الأمراض. خلينا نكمل وبعدين نتكلم. بيقول في بطرس 4 برضو 1 بيقول فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، بصوا تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، بهذا الاستعداد، بهذا الاتيتيود. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. دي المادة الرئيسية بتاعت مركز التدريب. نقدر برضو نفهم، بيقول لهم بل نفتخر أيضا في الضيقات، علمين أن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. نفتخر في الضيقات. ليه نفتخر؟ هي دي المادة الرئيسية في فترة وجودنا في مركز التدريب اللي احنا هناخدها. الآية المشهورة بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه نحسبه؟ لأنه هو دي المادة الرئيسية بتاعت التدريب بتاعنا. علمين أن امتحانكم، ما هو قال الكلام ده قبل كده، هو واضح انه الصبر ده حاجة مهمة عند ربنا، لانه كررها كتير انه خلوا بالكم الصبر ده ليه عمل كبير جدا، ان انتوا تكون تامين وكاملين غير ناقصين في شيء قدام ربنا. ولو حد مش شايف، مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، طب يطلب حكمة من ربنا وهو هيديله. فخلوا بالكم المادة الرئيسية في وجودنا على الارض هنا هي ضغوط، هي ألم، هي حاجات كتيرة. في حاجات تانية برضو بصيت عليها، مثلا خلونا نبص على دي كنت بقف قدامها كتير، بس ابتديت لما ربنا ابتدى ينور قدامي الدنيا بالطريقة دي. يوحنا 16 بص بيقول ايه، بيقول لهم في العالم، ده المسيح بيكلم التلاميذ، بيقول لهم في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طب ايه كنت ببص انه ربنا ماشي وسايب ناس، يعني البديهي انه يقول لهم ما تقلقوش كله هيبقى 10 على 10، هتعيشوا عيشه زي الفل، ما تقلقوش. البديهيات والمنطق اكيد اكيد ما حدش فيكم بيختلف على انه كان لازم المسيح يقول لهم كده، يا جماعه ما تقلقوش انا ماشي دلوقتي، بس ما تقلقوش خالص كله هيبقى 10 على 10. ما قالهمش كده،
وده من الحاجات اللي وقفتني في حياتي كتير. في العالم سيكون لكم ضيق. ليه يا رب؟ طب ليه؟ ده احنا بتوعك، احنا كويسين، لانه دي المادة الرئيسية في تدريبنا على الارض. الضيق هو المادة اللي بتشكلنا لتلك الصورة عينيها. بص بيقول لي برضو من الآيات اللي وقفتني، الحق الحق أقول لكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. طب ليه كده؟ أنتم ستحزنون لكن حزنكم هيتحول لفرح. طب ليه نحزن؟ وبعدين اكتشفت الآية اللي بعدها دي إيه اللي دخلها؟ المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، لكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكره أو تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. خلوا بالكم من كلمة لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. الضيق اللي أنا سايبه هو اللي هيخلق منك البني آدم اللي حسب قلبي. أنا مش حطك في الأرض لفترة حياتك دي اعتباطا، ولا عشان أطلع عين اللي خلفوك زي ما الراجل كان بيقول. بيقول لنا أنه الضيق ده هيشكلك بعد ما يخلص الضيق، بعد ما يخلص الحزن. ما تزعلش، لأنه ده اللي هيشكلك، ده اللي هيخليك أنه قد ولد إنسان في العالم. النهاردة عندكم حزن؟ أوكي، نقبله بكل فرح. ليه؟ لأنه دي المادة الرئيسية في الحياة، دي المادة الرئيسية لتشكيلنا في مركز التدريب. دي المادة الرئيسية، ما عندناش مواد تانية، في حاجات تانية هنعملها يمكن نبص عليها في الآخر بسرعة، لكن هي دي المادة الرئيسية لتشكيلنا حسب صورته. بصوا الآية اللي بعديها وبصوا الصورة المحطوطة، لو باين منها حاجة. يقول لك لأنه هو يجرح ويعصب، ده أيوب، لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. طب ده تهريج يعني ولا إيه؟ طب ما تسحقش من الأول، طب ما تكسرش من الأول. ليه تكسر؟ ليه تسحق؟ من الآيات اللي وقفت قدامها كتير جدا. طب ليه تكسر وليه تسحق؟ هو هزار بتسحق وبعدين تشفيني؟ طب ما تسحقنيش. إنما موضوع نور قدامي، ما افهم يا بني آدم، ما هو الجرح ده اللي هيخلق منك البني آدم زي المثال بالظبط. هو ده، هو الجرح ده. أنا مش بهزر معاك أجرح وأعصب، أنا مش إله سادي بحب الأذية، لا، ده هي دي المادة الرئيسية في التشكيل. هو أنا بجرح وبعصب، ما تقلقش، يعني مش بجرح وأسيبك، أنا بجرح وأعصب. ممكن أسحقك في بعض الأحيان، أسحقك يا رب كده، ليه الأذى ده؟ ما تقلقش، أنا إيدي هتشفي هتجبرك، بس هيبقى قد ولد إنسان في العالم، ولد إنسان في العالم. خلونا نبص على الآية دي كمان. كنت بتريق على بولس لما بيقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة لمجد أبدي. لأن هو بولس ما كانش عنده خفة خالص، ما كانتش خفة خالص. هو ما قعد في، افتكر كورنثوس الثانية 11 أصحاح، نص الأصحاح الأخراني، يقول لهم في الميتات أنا أكتر، في الضربات أنا أوفر، اتكسرت بيا السفينة 3 مرات، 5 مرات اتجلت، 3 مرات اتضربت بالعصا، 3 مرات اترجمت وكان يترجم ويرموه بره المدينة، وتاني يوم يقوم يخش المدينة يبشر. أنا معتقد أنه بولس ده يعني مفروض لو في يعني ذوق شوية كان يبقى في جيبه مثلا كارت كده مكتوب عليه حامله تبعي أرجو تسهيل مهمته. فكان لما يسافر مثلا بالبحر بدل ما يقعد شهر المفروض يقعد 3 أيام، ده مفروض. إنما ده رايح يبشر، رايح في رحلته التبشيرية، وتتكسر بيه السفينة ويغرق ويكون هيموت. يطلع ماشي في الصحراء يطلع عليه اللصوص يقطعوه. ده أنا رايح أخدم، وأنا رايح أهزر، ده أنا رايح أخدم. وفكرت طب بولس بيفكر إزاي؟ أكيد كان فاهم إنه هي المادة الرئيسية
انه الضيقه دي كلها خفيفه، خفت ضيقتنا الوقتيه لو انتوا قارنتوها بتقل المجد اللي متجهز لينا؟ ولا حاجه، ولا حاجه. اقبل الماده الاجباريه اللي ربنا حطها. في ناس ما بتقبلش الماده وبتقول لك انا خلاص انا هنسحب من مركز تدريب، اوكي هروح بقى مركز تدريب بس مش هعمل الماده دي، انا هعمل اي حاجه تاني بره. موافقين؟ It's up to you. انت حر. بولس برضو ما بيقول لك انا بحسب انه الام الزمان الحاضر ده لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. في كورنثوس الثانيه 12 بالمصيبه بقى، يعني مش بس ان هو معهوش الكارت بتاع تسهيل مهمته ده، لا ده ربنا كان حاطط فيه كمان حاجه بتقرفه، شوكه في الجسد كتير اجتهدوا في تفسيرها. يمكن من اكتر الحاجات اللي انا برتاح لها انه ممكن يكون كان عنده حاله صرع، ممكن يكون يعني كانت حاجه بتجيله وتفرقه، لانه قال لك ملاك الشيطان بيجي ويلطمني عشان ما تكبرش وعشان ما يعني يا رب كمان ده انا بخدمك وكمان كل الحاجات اللي انت مررتني بيها بدل ما تسهلي الدنيا وكمان مديني حاجه تضايقني في الجسد. ثلاث مرات قعد قدام ربنا اقول له يا رب من فضلك شيلها، مش قادر اتحرك، بتحرجني. لان هو في بعض الاحيان كان بيقول لهم معلش سوري استحملوني انا باحرج بينكم. لكن بص ربنا قال له ايه، خلينا نقرا الايه كلها. بيقول لك عشان ما ارتفعش بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد، ملاك الشيطان يلطمني عشان ما ارتفعش. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أنه يفارقني، بس ربنا قال لي حاجة تانية. قال لي لما أنت تكون في أضعف حالة، لما أنت تكون في أضعف حالة قوتي تبقى في أكمل حال. لو أنت حاسس نفسك كويس وبتخدمني بمواهبك وقوتك أنا مجدي بيقل قد كده. لما أنت تكون زيرو أنا بكون 100%. فعشان كده الرجل بيقول إيه؟ بيقول فبكل سرور بقى أفتخر بالحري في ضعفاتي. الضعف، المرض، الحاجة، الضغوط، whatever ربنا حطت عليك إيه؟ أنا بفتخر بالمادة اللي هو حطها لي إجباري لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات. نقدر نفهمها بقى دلوقتي. ليه بقى؟ أنا كتير قعدت أقول أصر بالضعفات ليه؟ يصر بالضعفات لأنها بتظهر مجد الله في آخره، ولأنها جزء من المادة الرئيسية بتاعتنا. الشتايم، إيه الفرح اللي يتشتم؟ والضرورات، الضرورات للاحتياجات، عندي ضرورات. الاضطهادات، الضيقات لأجل المسيح، لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. كفاية كده؟ فهمنا المادة الرئيسية في مركز تدريب، محدش هيعترض بعد كده، محدش هيتذمر، دي مادة إجباري قدامك تخرج تعمل أي حاجة غير مركز تدريب. ممكن تروح أي حتة أنت بتحبها في الدنيا تعمل أي حاجة أنت شايفها. خليني بقى في الآخر أقول لكم حاجة لطيفة بقى عشان تعبنا في الألام والشتايم والضيقات طيب هل هو هيسيبنا في مركز التدريب كده رمانة وقال لك خدوا بقى الشتايم والضيقات والضرورات والأمراض والاحتياجات، ولا هيعمل معنا ايه؟ ما انا مش عارف. ده تحذير في الاول. يقول لك خلوا بالكوا انا كل اللي بحبه اوبخه واؤدبه. هي الايد عاملة كده بتخوفنا يعني. وفي عبرانيين بيقول لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ولو كاتب العبرانيين غير كاتب سفر الرؤيا، لكن الكلمة واحدة والآية واحدة والروح واحد والمصدر واحد. على فكرة كلمة أؤدبه مش معنى أعاقبه، الأدب غير العقاب خالص. أنا ما أقدم ابني عشان يطلع مؤدب غير لما أنا أعاقبه عشان حاجة. يمكن العقاب يكون وسيلة من وسيلة التأديب، إنما التأديب هو توبيخ، توجيه، لوم، أدربه علشان يطلع شخص مؤدب. فهو اللي ربنا بيحبه بيوبخه
لو ما بيوبخكش يبقى في مشكله، يبقى راجع نفسك. لو ما بتتأدبش يبقى في مشكله. اللي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ليه كده يا رب؟ ليه كده؟ ما احنا فهمنا بقى دلوقتي ليه كده، ليه بيجلد كل ابن يقبله. هي المادة الإجبارية بتاعتنا كده، ما عندناش مواد اختيارية تاني. الحمد لله، أنا تعبت نفسيا. دي رسالة تشجيع. مش هيسيبنا. بص بيقولوا ايه بقى، خلونا نتمتع باللي جاي، احنا تعبنا من اللي فات، خلونا نتمتع اللي جاي وتخضينا كمان. لقى 12:32 كان مفروض تكتب أتقل شوية، عشان بيقول له لا تخف أيها القطيع الصغير، ده أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ما تقلقش، لا تخف. كورنثوس الأولى 1 بيقول الذي سيثبتكم، هو تصور هو اللي هيثبتنا في الحاجات دي، ما تقلقش. الذي سيثبتكم إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. انت حبه، بس حبه وقول له أنا جاهز لمركز تدريب، أنا موافق أن أنا أخش المركز، وهو اللي هيعمل ايه، هو اللي هيثبتك، ما تقلقش. كمل اصحاح 10 بيقول لكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربه ايضا المنفذ عشان تستطيعوا ان تحتملوا. ما تقلقش، ما اقلقش، انا بقول لنفسي قبليكم ما تقلقش يا ماجد، ده الله امين، مش هيخليك تجرب فوق طاقتك، مش هيخليك تفقد ايمانك، بالعكس ده التجارب. بصوا فاكرين في دي رؤيا مش روميا، هي رؤيا صح، في رؤيا بيقول له لا تخف البتة، ده لما كان بيتكلم ملاك الكنيسة الضيق اللي هو تاني كنيسة ساردس، لما كان بيكلم كنيسة ساردس بيقول له لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. ليه يا رب كده؟ احنا فاهمين بقى خلاص، مش هنقول ليه. بيقول له كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. سمرنا يعني مر، اللي هو الاضطهاد، فترة الاضطهاد. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، ده قايلها له من إمتى؟ من أيام أشعيا، من قبل ما يجي المسيح. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، أنا أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. ما تخافش، مركز التدريب هيبقى سهل جدا، لأن نيري هين وحملي خفيف. فاكرين لما كان بيقول لهم احملوا نيري عليكم، ده نيري هين وحملي خفيف. بيقول له أما كان في يشوع 1:5 بيقول له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك أنت، أكون مع يشوع، أكون مع الأسيس، أكون مع عماد، أكون مع أمال، أكون مع كل واحد بيحب ربنا. زي ما كنت مع موسى هكون معاك، لا أهملك، لا أتركك، تشدد، تشجع. وبيعجبني الآية بتاعت يشوع 1:9 دي، بيقول له مش أنا قلت لك أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. منين ما تروح هو معك، ما تقلقش. أما قال لهم في يوحنا 16 اللي قريناها في العالم سيكون لكم ضيق، بس قال لهم إيه؟ ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما تقلقش، ما تاخدش جزء الآية الأولاني في العالم سيكون لكم ضيق. يا نهار أبيض، مركز تدريب ده صعب. لا مش صعب، مش صعب، ده هو غلب العالم. بصوا الآية الحلوة دي، كورنثوس الأولى 8 بيقول وهو نفسه سيحفظكم ثابتين للنهاية. احنا قرينا آية مماثلة ليهم، فيليبي وسلام الله الذي يفوق كل عقل هو هيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. دي بقى ايه، احنا كانت دي رسالة تشجيع، دي شكلها ايه، وصايا مش كده، وصايا. دكتورة هو فاهم كل حاجة وبي اهي، مش عارف الاشكال دي لقيتها فين. بص بيقول ايه،
قادرين نفهم بقى دلوقتي خلاص اما بيقول لكم مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين بس مش مفيش يأس، مضطهدين لكن مش هتتركوا لحظة، مطروحين لكن غير هالكين ما تقلقش، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. عارفين يعني ايه إماتة الرب يسوع؟ كان في واحد واعظ مشهور كان بيتكلم قال لهم انا بصحى كل يوم الصبح اقول لنفسي انا ميت عن العالم، انا ميت عن العالم، فيمشي ويعيش حياته مهما يحصل انا ميت عن العالم، ف ولا هيحس بشتايم ولا هيحس بوجع ولا اضطهادات ولا خوف، وهو ميت، ما انا ميت، هو الميت ما بيحسش. فبيقول لهم حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسمنا الميت عن العالم. جسمنا ميت عن العالم تظهر في حياة يسوع بدل الموت بتاع العالم. في رومية 8:12 بيقول فإذا أيها الإخوة احنا مش مديونين للجسد بحاجة عشان نعيش بحسب الجسد، إن عشتوا حسب الجسد هتموتوا، لكن وصية تانية إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. نفس الوصية بس قالها بشكل تاني، إماتة الجسد دي وصايا، وإحنا في مركز تدريب بعد ما هنطلع فوق خلاص ولا في جسد ولا في إماتة ولا في ضيقات، لكن فترة مركز تدريب هي اللي فيها الوصايا دي إماتة. بعدين وصية تانية في عبرانيين 12:5 بيقول له يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، أرجع أقول تأديب مش عقاب، تأديب الرب، من يحب الرب يؤدبه، ولا تخر إذا وبخك، لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى للفرح بل للحزن، إنما أخيرا يعطي الذين دي الشهادة يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. هيخليك الشكل اللي هتتخرج بيه، شكل التخرج زي اللبس بتاع التخرج كده، هيخليك في الشكل النهائي اللي تقدر تتخرج بيه. يعقوب 1 طبعا كلنا حافظينها، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. بيقول لهم كل دي وصايا، بيقول لهم هذا وإنكم عارفون الوقت، خلاص بقى أنتوا عارفين أن الدنيا خلاص يسوع جاي، دي ساعة نستيقظ من النوم، نصحى من النوم، فإن خلصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا، قد تناهى الليل تقارب النهار، نخلع أعمال الظلمة، نلبس أسلحة النور، البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. دي كلها وصايا هننفذها في فترة مركز التدريب بتاعنا. اتفقنا؟ نختم بقى، دي آخر حاجة بقى. في حاجتين مهمين بقى أنا قسمتهم مجموعتين، هما اللوحتين اللي فاضلين، اللوحة دي واللوحة اللي بعديها. أنا قسمتهم مجموعتين علشان احنا في مركز التدريب هنخلي بالنا من نفسنا بس ولا هنعمل حاجات تانية؟ الاتنين مش هينفع نعمل حاجات تانية بس ومش هينفع نخلي بالنا من نفسنا بس. فاللوحة الأولانية هي خلوا بالكم من نفسكم فهنعمل ايه؟ فطلع كل اللي احنا بندرسه بقالنا 5 أسابيع بيقول لكم ايه؟ لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. الصلاة، خلي بالك في الصلاة، في مركز تدريب مش عايز منك غير تصلي، بدليل اني بطلبها منك تاني بقول مصلين بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينيه. ساهرين يعني مواظبين، يعني بدل ما خلاص بتعب ونام لا انا هكمل، وساهرين لهذا بعينيه بكل مواظبة وطلبة. تسالونيكي الاولى بيقول لهم صلوا بلا انقطاع، عارفين ليه؟ واشكروا في كل شيء،
الشكر ده كمان مهم في مركز تدريب قوي، عشان انا بدل ما ببص للماده اللي انا بدرسها انا ببص للحاجات البركات اللي انا باخدها، مش بس باخد على دماغي انما باخد بركات. اشكروا في كل شيء لان هذه هي مشيئه الله من جهتكم في المسيح يسوع، في المسيح يسوع من جهتكم. اشكروا وصلوا، انتوا واخدين بالكم المكتوب بالاحمر كله صلوا، واظبوا على الصلاه ساهرين فيها بالشكر. ما احنا لسه سامعينها دي، لا دي في حته تاني خالص، ونفس الوصيه مصلينا في ذلك لاجلنا نحن عشان ربنا يفتح لنا كلام الصلاه. واظبوا على الصلاه لقى واحد، لانه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. طول ما احنا في مركز تدريب 18 وعدد واحد، دي نطت لتحت اكيد في رومية 12 مسيح حضرت الأسيس. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ده كل دي وصايا لينا من ناحيتنا احنا واحنا في مركز التدريب. انما نهاية كل شيء قد اقتربت. خلاص المركز مركز تدريب قرب يخلص. تعقلوا اصحوا للصلوات. طب بالنسبة للناس بقى، يعني انا هعمل ايه بالنسبة لاخواتي وانا في مركز تدريب؟ إذا كان الكتاب المقدس بيقول لنا لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. وعايزنا نبص على أخواتنا وإحنا بنتدرب وبنمر بالتجارب الصعبة، خلينا نبص على أخواتنا كمان مش على نفسنا بس. ده الفكر اللي كان في المسيح يسوع، كان يبص على الجموع ويشوفهم منطرحين يتحرك ناحيته. وهو بيصعد للسماء المسيح بيقول اذهبوا تلميذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. اتحرك لأخوك، كلموا، تلميذوا، علموا، خليه يحفظ كل اللي أنا أوصيتك به. طول ما أنت في مركز تدريب ما تبص على نفسك بس، إنما بص على احتياجات ناس. طول ما أنت في مركز تدريب كلم غيرك ودعيه وقول له انت ليك دعوة مختلفة. اول صفحتين قريناهم، انت ليك مجد كبير. هو ده الاساسي اللي ربنا مجهزك علشان، ربنا خلقك عشان مجد، علشان نملك معاه. بيقول لكم قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. دي حاجة لازم نخليها في بالنا واحنا هنا على الارض. الآية دي اللي يقدر يحفظها يحفظها. الآية دي في بطرس الأولى 4 بيقول لكي لا يعيش أيضا الزمان، هي نعيش أو يمكن كان في جزء قبلها، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا أن احنا نكون عملنا إرادة الأمم. الشوية اللي فاضلين بقى خلاص هم دول اللي هنركز فيهم. اصحوا، احنا عارفين الوقت. اللوحة اللي فاتت كانت بتقول احنا عارفين الوقت انه خلاص نهاية كل شيء قد اقتربت، خلوا بالكم. هنا بيقول بقى انه يكفينا اللي احنا عشناه اتمتعنا زي ما احنا عايزين. الحبة اللي فاضلينهم بقى دي ركز. أنا مش هعلق ومش هقول حاجة، أنا تعبت طبعا وقلبي وجعني، بس اللي عايز أقوله قالته جاكي في الترنيمة الأخيرة. أنت جبتي لي الترنيمة الأخيرة ماجدة مش كده؟ اللي عايز أقوله جاكي قالته في الترنيمة الأخيرة، بيقول لك ما تقضيش بقى بقيت عمرك قاعد مستني لما الظروف دي تتحسن عشان ابتدي افوق واعمل بقى كل الوصايا اللي وصاني بيها. لانك لو قعدت بقى طول عمرك، ما هي المادة الرئيسية طول ما انت مختار انك تمشي مع ربنا، هي المادة الرئيسية هي الظروف، الاوجاع، الامراض، كل حاجة. هي دي المادة الاساسية بتاعتنا الاجبارية اللي هنمر بيها.
مهما إبليس حربه تدور بهموم ومتاعب وشرور، أنا هرفع اسمك وأعليك. هذه الفكرة بقى. كنا أخذنا من سنة ونص عملنا إيه ده فعلا؟ عملنا خدمة ترنيم اسمها إيه؟ عندما تغيب الشمس. عندما تغيب الشمس، وبقيتها سأهتف وأهلل. هو ده، ما خلاص ما احنا فهمنا انه هي المادة الرئيسية بتاعتنا في حياتنا هنا هي دي، انه الشمس هتبقى غايبة مش على طول، لان هو معانا. بيقول لك ما تخافش، انا هديك بقى بركات غير طبيعية. لكن الشمس الحمد لله الشمس النهاردة طالعة، بس هي بكرة بقى هتبتدي السنو على ودنه. لما تغيب الشمس تهتف وتهلل، لما يجي لك شوكة في الجسد تشكره. ليه؟ مش هممني، ما أنا الجسد ده مش بتاعي، أنا هقضي بيه بس الفترة بتاعتي دي وخلاص، ما هيترمي. ده هو ده اللي احنا بنعمله. قربت، هنحط هدومنا في المخلة، هنحط الجسم بتاعنا ده في علبة شيك كده وخلاص، بندخله متشكرين جدا. ما هوش بتاعنا، ما يهمناش في حاجة، طالعين له خلاص. صح؟ ليه؟ خلاص وصلنا، بقينا الشكل اللي هو عايزه، بقينا الصفات اللي هو عايزها، عملنا الميشن اللي هو قال لنا نعملها، نكلم ناس تانية، نخلي بالنا، نفضل محافظين على نفسنا بالصلاة، ونفتكر بقى أول لوحتين إنه خلقنا على صورته وحط فينا نسمة حياة، دي اللي هتفضل. الروح اللي جوانا ده هو اللي هيفضل للأبد. المجد العظيم اللي هو مجهزه خلاص. ما بولس قال لهم وقت انحلالي قرب وأنا هنطلق، كان فرحان الرجل، قال لهم أنا حموت واتجنن واخرج من الجسم اللي معذبني، أسيبه كده في العلبة الشيك دي وأنا أطلع. إمتى اليوم ده؟ امتى اليوم ده يجي؟ كلنا اللي بيحب ربنا من كل قلبه بيشتاق لليوم ده، اللي يسلم فيه المخلة ويشوفه بقى وجها لوجه، يشوف كل حاجة فيه، يعرفه زي ما احنا عرفنا هنعرف الله، هنشوفه وجها لوجه قدامه. بنشتاق لليوم ده، لكن إلى أن يجي اليوم ده قال لهم ألزم في الجسد لأجلكم، عندي واجب لازم اعمله. هو مش مركز تدريب كده بس، واجب لازم اعمله. اكلم قد ما اقدر من الناس، اقول لهم يا جماعه ده ولا احنا بس مخلوقين نكون عبيد لله، احنا مخلوقين لشركه معاه، ولا علشان يطلع عينينا في الدنيا ونتحمل بامراض. كل ده انا حامل اماته الرب يسوع، مش فارقه معايا، مش فارق معايا، انا ميت عن العالم. اتخضيت بقى لما جاكي، هي جاكي فين؟ اتخضيت لما جاكي اديتنا الاغنيه بتاعت يا مؤتي الاغاني، الترنيمه بتاعت يا مؤتي الاغاني في ليلي واحزاني. طب هو ده اللي احنا بناخده. يعني الاغاني بمعنى ايه؟ الاغاني بمعنى الفرح جوه القلب. يا مؤتي الاغاني يمدي الفرح جوه قلبي في ليلي واحزاني في مركز تدريب. يعني ما هي مش هما الكلمتين اللي احنا قلناهم هما دول؟ يا ضامن امالي يا يسوع رعيه. وبعدين الاعداد غريبه جدا، بيقول له انا في مركز تدريب، انا سايب كل اموري لديك، انا مسلمك كل حاجه. ما انت اللي مديهاني، ما مش انا انت اللي مسلمني المخله، ولا انا اللي مجهز الحاجات دي، انت اللي مسلمهاني. انا سايب كل حاجتك اللي انت مديهاني في ايديك، يا اللي ناقشني على كفيك. انت مش سايبني في مركز تدريب، ده انت سلامي وانا في الامي. ايه الجمله الحلوه دي؟ ده العدد الاولاني بيقول كده، انت سلامي وانا في الامي، وانا في الضيق شايفاني عينيك. ما ده اللي احنا كنا بنقوله. العدد الثاني بيقول ايه؟ رافع ايدي بسلم ليك الدفه، دفه عمري ملك ايديك. مش بتاعتي. قالوا كتير فين الخير؟ ده اللي احنا كنا بنقوله. يمكن ما يكونش فيه خير، يمكن يكون فيه خير،
ربنا بيبارك بطرق مختلفة، لكن جايز في وقت من الأوقات ما يكونش فيه خير. قالوا لي كتير فين الخير؟ والآخر سطر بيقول وانت الخير وانا عايش فيك. طيب بصوا العدد اللي بعده، حاجات غريبة جدا. وقت الصعب هرنم فيه، في مركز تدريب انا هرنم، في فرح وانا في المركز، وانا في فرح وانا سيبك بقى مركز تدريب، في فرح وانا عايش في الحياة. وقت الصعب انا عندي مشكلة جامدة جدا، انا احوالي ضعيفة جدا، انا عندي مرض معين، يمكن زي بولس كان عندي شوكة في الجسد، فرحي ده قوة وليه أدريه، انا بعلن مجدك يا رب بالفرح ده. ولا انسان ولا شيطان يقدر ينزع فرحي اللي انت عطيه. اخر عدد بيقول لهم بات الدمع بين الاكفان، وهي الصبح جات الالحان، وانتصارات واختبارات موكب نصرك لينا كمان. تيجوا نقوم ونقول له كده، تعالوا نقولها مره تانية، نقف على رجلينا. اللحن سهل قوي، تفضلوا. اللحن سهل قوي، شرقي شويه، في دلع، في كل حاجه، في اغاني، يعني في فرح، في ليلي واحزان.
رب بشكرك على الإعلان اللي أنت أعلنته قدامنا. بتفتح يا رب أنت عينينا، بتكشف لنا رب على اللي في قلبك، بتفهمنا يا رب احنا ماشيين معاك ازاي. دلوقتي يا رب مش هنشك في حبك لان فهمنا يا رب انه الطريقة الرئيسية اللي انت هتشكلنا بيها في الفترة اللي احنا موجودين فيها على الارض هي كل ضيق، كل وجع، كل تعب، كل مرض، كل احتياج. لكن خلاص يا رب احنا فاهمين دي الطريقة اللي انت بتشكلنا بيها عشان نكون مشابهين صورة ابنك، عشان نكون على الصورة اللي جاهزين فيها ان احنا رب نختبر الشركة الحقيقية معاك، نقضي بقية ابديتنا معاك فرحانين بيك وانت بتفرح بينا. اشكرك لانك انت رب فديتنا، انت اللي جهزت رب رداء البر وكاستنا، انت رب ما اضطرتش انك تنزل علشاننا، لكن يا رب انت من قبل ما تخلق الارض وانت رب ناوي انك تظهر حبك لينا بالصليب. عارف ان الحب ده لا يمكن يظهر في معنى الحقيقي الا بحاجة عملية، فموت بدلنا، افتديت رب خطايانا، ابتديت يا رب اي تلوث موجود جوانا ببرك انت ونظافتك انت. ساعدنا يا رب ان نعيش لك قديسين زي ما انت عايز، ولو غلطنا يا رب نجري عليك ونقول لك رب نظفنا تاني معلش. نشكرك رب من كل قلوبنا على محبتك دي، على تفتيحك لعينينا على كل امورك وعلى قلبك يا رب. ساعدنا يا رب ان احنا نقضي حياتنا نصلي لك، نقول لك رب انت عايز تعمل بينا ايه، نتحرك ازاي، احنا مش عارفين، احنا كمان ككنيسة يا رب مش عارفين، احنا بس كل امنياتنا في قلوبنا ان احنا نخدمك ونعمل على قلبك انت. وبقالنا رب فترة بنقول لك اكشف لنا احنا ككنيسة انت عايز تعمل ايه. كلنا رب نتحرك كوحدة واحدة، كجسد واحد وكرجل واحد، نحقق يا رب مقصدك. إن كنت أوجدتنا يا رب هنا في ميسيساجا فعشان يا رب تعمل بينا عمل في ميسيساجا، نظهر اسمك يا رب لكل من يقابلنا. عندنا كلمة الحياة بس أحيانا بنخبيها في قلوبنا، ساعدنا يا رب إن احنا كل ما نقابل حد يتفتح بقنا وتطلع يا رب كلمة الحياة، تحيي يا رب الناس الميتة البعيدة. بنشوفك رب في بلادنا العربية بتقوم وتفتح وتفك قيود يا رب، بنتفرج على الناس بترجع لك كل يوم كل يوم. خلينا يا رب جزء من خطتك، يكبر رب ملكوتك بينا، يكبر ملكوتك بينا. لما نشوفك كمان نفرح بيك، نقول لك رب احنا حاولنا نكون أمناء على قد ما قدرنا، ادينا رب أمانة في أعماقنا، أمانة في كل حياتنا، نخدمك رب كل أمانة، ادينا إماتة كمان عن العالم، احنا رب ميتين عن العالم، ما بيهمناش ضيق وما بيهمناش حزن ولا ضيقات. مش هنستنى كمان لما الأحوال تتغير، لكن رب هنسبحك هنفرح بيك نهلل ليك، ليك وحدك يا رب كل مجد في وسطينا. آمين. نشكر ربنا، أشكر ربنا عشانك يا ماجد، ربنا يباركك. خليتني أشعر جوايا في داخلي أني كنت مقاد بالروح لما طلبت منك أنك تختم. مين ربنا شجعه النهاردة تكلم معاه؟ يس. عايزك تتذكر دايما الحاجة اللي أنا بقولها لك، كلمة الله هي نافذة في حياتنا، نافذة، ومن خلال هذه النافذة نتطلع على كل أحداث الحياة فيكون لينا النظرة الصحيحة. عشان كده ممكن النافذة في حياتك تبقى شباك بسمن صغير قد كده،
وممكن يبقى شباك كبير. اللجنة اللي كنت قاعد معاه واحنا بنصمم الكنيسة، انا ما قلت لهمش ليه جوه قلبي عايز شبابيك كتير مفتوحة ونوافذ الكلاسز بتاعت مدارس الاحد كلها مش خشب، كلها تشوف جواها. انا كان جوايا احنا مفتوحين لك يا رب، مفتوحين على كلمتك ومفتوحين على عمل الروح القدس في حياتنا. النهاردة الخدمة كانت رحلة في كلمة الله، مش كده؟ رحلة في كلمة الله، من آية لآية من آية لآية، وإحنا بنختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لما بنجدد أذهاننا من خلال كلمة ربنا. كل دقيقة، كل موقف، كل صعوبة نلجأ فين؟ لإيه؟ لكلمة الله، فنجد الردود علينا. بسبب المشاكل الموجودة في مصر مفيش خدمة في كنيسة قصر الدبار، مفيش خدمة في كنيسة قصر الدبار. فإحنا نفسي في دقيقتين كده نكون بنصلي من أجل مصر ومن أجل كنيسة قصر الدبارة، المنارة المرفوعة للحق بيخرج من خلالها لمصر كلها وللعالم كله. فنفسي كل اتنين جنب بعض، كل اتنين جنب بعض نرفع كنيسة قصر الدبارة وأحداث مصر. يلا فريق التسبيح يصنع نفس الشيء، قربوا من بعض وخلينا نطلب الرب، خلينا نطلب الرب، خلينا نصلي من أجل كنيسة قصر الدبارة. اطلب بإيمان، صلي من أجل مصر، قل له اصنع إرادتك ومشيئتك يا رب في مصر باسم يسوع، وخدمتك تعود مرة تاني على منبر كنيسة قصر الدبارة. الحق يعلن باسم الرب يسوع، الحق يستعلن في أرض مصر. مد إيدك على أرض مصر يا رب، أنت قلت مبارك شعبي مصر، تعال بمجدك على أرض مصر، تعال بقوة حضورك، ارفع كل ظلم، كل عمل لملكوت الظلمة من أرض مصر. تعال يا رب بمجدك، تعال بمجدك على أرض مصر، اشرق بمجدك على أرض مصر، على أرض مصر، اشرق بسلطانك على أرض مصر باسم يسوع، اشرق بحضورك بقوتك، قوي كنيستك يا رب، مجدك يستعلن في الأرض. تعال يا رب ضد كل عاتي، ضد كل ظلم، تعال اتعامل مع هذه الأمور في الأرض باسم يسوع. طهر أرض مصر، أنت تقيم في وسط أرض مصر مذبح ليك في اسم الرب يسوع. قوي كنيستك، قوي كنيستك في أرض مصر يا رب، قوي كنيستك، قوي شعبك، احمي مصر، احمي أرض مصر، مسلم ومسيحي احميه، احميه يا رب باسم الرب يسوع. بعلن حماية دم الرب يسوع على الأرض، على هذه الأرض، على هذه الأرض، مجدك يشرق عليها، سلطانك، حضورك باسم يسوع، باسم يسوع سلامك يملى الأرض يا رب. يا رب أنا بصلي لك من أجل الرئيس محمد مرسي والجماعة التي معه، يا رب اعلن ذاتك له، يا رب تعالى إليه بسلطانك باسم الرب يسوع، تعالى إليه بسلطانك، تكلم معاه يا رب، اخضعه ليك يا رب فيصنع إرادتك ويصنع مشيئتك. يا رب انت طلبت ان احنا نصلي إليك من أجل الحكام ومن أجل الرؤساء والسلاطين. يا رب بنرفع إليك هنا من أرض كندا رئيس مصر محمد مرسي لكي ما يخضع لسلطانك، السلطان الإلهي سلطانك انت. تعالى يا رب تكلم إلى هذا الرجل، تعالى يا رب اقلقه في منامه فيخضع ليك ويحكم أرض مصر بالعدل يا رب، بالعدل، يخضع ليك أنت يا رب، يكون حاكم عادل في الأرض باسم الرب يسوع. تعالى يا رب للحاشية المحيطة به، تعالى ارفع كل أعمال ظلمة من حول هذا الرجل باسم الرب يسوع، ليحكم بالعدل في الأرض، ليطلب سلام الأرض يا رب، ليطلب فعلا خير شعبه يا رب من فضلك في اسم الرب يسوع، في اسم يسوع، في اسم الرب يسوع. أبارك اسمك وعظمك، ليك المجد، ليك المجد، أشكرك 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 لأنك فوق كل عالي في أرض مصر، فوق العالي عاليا وفوقهما الأعلى يلاحظ. أشكرك لأنك فوق الرئاسات والسلاطين في هذه الأرض، أنت العالي المكرم وكنيستك بتلجأ إليك يا رب، ليك المجد، ليك الحمد. أبارك اسمك في اسم المسيح نصلي، أمين. خلينا نقف على رجلين عشان نختم مع بعض. يا اللي مت بدالي، خلينا بإيمان نسبح للرب. اتعلم تسبح ربنا، اتعلم تعبده بفرح. ارفع عينيك من على كل أمور أرضية، ارفعها على المسيح اللي مات بدالي. ليك المجد، نسبح الرب إلهنا الحي وسطنا. أي نكرم الرب وسطنا يا شعب الرب.
ظهري بدالي وشايل كل احزاني في السماء مفيش فاضية. عمري ضاع واشتريته قلبي تاب ولقيته وفتح في عينيا. ياللي مدي بدالي وشايل كل احمالي في السماء مفيش فاضية. عظمك من كل القلب، ليك المجد والكرامة يا رب في حياتنا وفي حياة شعوب هذه الأرض يا رب التي نحيا فيها. نباركك ونعظمك. أشكرك من أجل كلمتك المفتوحة أمامنا. أشكرك يا رب من أجل سيف الروح. أشكرك يا رب من أجل المطرقة التي تحطم الصخرة. أشكرك يا رب من أجل المرآة التي نرى فيها أنفسنا. أشكرك يا رب من أجل الكلمة اللي الروح القدس بيستخدمها عشان يشكل فينا ويعالج فينا ويغير فينا. يا رب أنت بتشكلنا بالألام، لكن سلاحك هو كلمتك. تحفر يا رب شخص الرب يسوع فينا، في طبعنا وفي أفكارنا وفي سلوكياتنا. أباركك يا رب، أباركك. ليك الحمد وليك الشكر. تعال يا رب لشعبك الماسل أمامك. تعال يا رب للبيوت الموجودة وسطنا باسم يسوع. تعال للعلاقات الزوجية داخل الكنيسة باسم يسوع. تعال بالحب والوحدة داخل البيوت. تعال لأولادنا الموجودين يا رب في اسم يسوع، يدك عليهم وحمايتك عليهم. تعال لأعمالنا يا رب ومشاريعنا، مد إيديك في عمل كل شعبك يا رب. مد ايديك وتعالى بحضورك وتعالى بسلطانك. تعالى للاحتياجات المختلفة اللي موجودة وسطنا. تعالى املأ وسدد الاحتياجات، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يا رب وسطنا نفوس في حاجة إلى عمل. مد ايديك مجد ذاتك. انت لوحدك اللي بتملأ كل الاحتياجات يا رب. انت وحدك الذي نلجأ اليه، نلجأ اليه. انت وحدك اللي عارف اسرار القلب، خفايا القلب. انت واحد وحدك اللي عارف حقيقة احتياجاتنا. بنضحى بين ايديك يا رب اليوم ونقول لك مجد ذاتك، مجد ذاتك. ليس لنا اخر نلجأ اليه سواك يا رب. بنعلن اتكلنا الكامل عليك يا رب. اليوم نجدد ثقتنا فيك ونعلن يا رب انك انت وحدك، وحدك يا رب حامل الحمل وكاسر النير في حياتنا. اباركك اعظمك من كل القلب، من كل القلب. ليك الحمد وليك الشكر يا رب. اسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي، خلينا نسبح للرب. أبانا الذي في السماوات. عايزك ترفع ايديك قدام الرب، ارفع ايديك قدام سيد الأرض كلها. حبيبي يسوع بحبك يا رب من كل قلبي، بحبك يا رب من كل قلبي. أشكرك 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 يا يسوع. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم يا شعب الرب. امضوا بسلام، سلام الرب معكم. آمين.